أولاً يبدو أن هناك تركيزاً أكيداً على ضمان شفافية هذه العملية الانتخابية على محورين. المحور الأول هنا في وزارة الخارجية، حيث ينتشر أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في غرفة العمليات التابعة للوزارة، وأيضاً حيث يوجد حوالي 120 طالباً من الجامعة اللبنانية يراقبون العملية الانتخابية عبر الشاشات الكبيرة المتاحة في الخارجية لمختلف مراكز الاقتراع، حيث تجري العملية الانتخابية في 10 دول عربية وخليجية. فإذا ما لاحظوا أي مخالفة سوف يتم تسجيل هذه المخالفة والإبلاغ عنها، وذلك بهدف عدم تكرارها. كما أن هناك أعضاء في جمعية لادي، وهي لمراقبة الشفافية في العملية الانتخابية، منتشرين في مختلف الدول التي تجري فيها عملية الاقتراع، وقد سجل أحدهم مخالفة حصلت قبل قليل أشارت إلى أنه تم تصوير في قلم اقتراع صورة للبطاقة التي تم انتخابها، وهذا الأمر يعد مخالفة كبيرة بالنسبة إلى جمعية لادي. الأمر ستتم متابعته. المحور الثاني الذي تحدثت عنه لضمان شفافية عملية انتخاب المغتربين هي كيفية نقل الصناديق من هذه الدول إلى لبنان، وقد أكد وزير الخارجية أن الصناديق في ختام هذا اليوم الانتخابي ستقفل الشمع الأحمر، ومن ثم تنقل بواسطة شركة البريد السريع إلى لبنان، وفي المطار هنا يستقبلها أطراف من وزارة الداخلية وليس من وزارة الخارجية، لأن وزارة الداخلية هي المولجة في النهاية بالمراقبة النهائية للعملية الانتخابية. فقط من إيران سوف يأتي سفير لبنان بإيران بصندوق الاقتراع، لأن شركة البريد السريع لا تعمل في إيران. إذن هذه هي الإجراءات المتخذة لمراقبة هذه العملية الانتخابية.